والأثر الشيخ صالح المترتب على طلب العلم الشرعي؟ الأثر عظيم، أثر من ناحية الأجر والثواب. نعم، سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وكذلك يكون على هدى فيما يأتي وما يترك، يكون على علم لا عن جهل، وكذلك ينفع الناس ويبذل العلم لهم ويبين لهم أحكام دينهم. فالأمة إذا كان فيها علماء مستقيمون فإن الأمة بخير. الحمد لله. فإذا فقد العلماء تضيع الأمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، وإنما يقبض العلم بموت العلماء. حتى إذا لم يبق عالم أو لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا هو الأثر الذي يترتب على أهل العلم وعلى أهل الجهل. نعم.